السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وردتني هواي أسئلة، شلون دكتورة أقدر أضيف شيء بفايل لمنطقتي ضمن الهيك ريزرفوار سيموليشن بحيث الترسم يكون مرتب أكثر، شلون أقدر أضيف؟ أوكي، مثل ما اتفقنا نروح للأرك جي أي إس. أنت مو تسوي تحليل لمنطقة دراستك باستخدام برنامج هيدرولوجي أما السوات أو نفس الأرك جي أي إس يشتغل لك إياه، أنت أوصي ولايك روح استدعي لي الصب بايزن، نقسم لك الووتر شيد يسوي لك بيها صب بايزن. هسه هنا سوى لك صب بايزن، اروح هاي الصب بايزن استدعيتها اللي قسمها اسيفها، اقول لها داتا اكسبورت، تمام، احفظها المن هنا يعني بالمكان اللي بيه الماب، ارجع واقول بضمن المابس اللي هي هنا اخزنها. اوكي، اخزنها بصيغه تختار هنا كلمه شيب فايل وتحفظها كشيب فايل، راح يحفظها هناك شيب فايل. تمام عيني، هنا ما عندك اشكال. ارجع من حفظتها كشيب فايل اروح على الفيو لايرز، اقول له اديت الاو لاير. هسه لاحظ حتى احفظ احذف لك اياها من النهايه، اقول له هاي هسه ديليت 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 ديليت، موف كولابس، موف داون، اقدر اقولها ريموف ريموف سيلكت فيتشر، يعني تلقائيا اقول له ريموف، يعني اقدر انه اشيلها نهائيا او الغيها من هنا. فشنو اسوي هسه انا شلون اضيفها؟ يعني خل اضيف لك اياها من البدايه احسن. راح اغلق نو نو سيف نو، خلي اضيفها من البدايه حتى شوي تصير واضحه امامكم، انا ما اريد انه احد يسالني شلون خطوات الاضافه، يعني احد ما يريد يضيف فقط الريتش، يريد يضيف الشيب فايل. الشيب فايل مو تروح تجيب الشيب فايل، الصب بايزنات مال منطقه الدراسه هي اللي يضيفها، تقول له اوبن ووتر شيب اللي هي نفسها هاي الووتر شيب مالتنا، راح يحملها ويضيفها عندنا. اوكي، هسه انا راح اشيل هذا الاصلي، هذا الووتر شيب ارفعه. فشنو اسوي؟ فراح اعلمكم من البدايه شلون اضيف الووتر شيب. اول شيء خلي اجي على هاي الووتر شيب فيو لايرز، عندي هاي اللاير صب ريزن، كولابس، ريموف، سكيل فاكتور، فاحنا مثل ما نلاحظ بالفيديو القبلي سوينا فقط ستريم الاجمنت وضفنا البروبرتيز، ضفنا الستدي اريا الخاصه بها، يعني هاي الامور تمام. فاني اريد اضيف ووتر شيد خاصه بي، يعني شنو؟ اروح للارك جي اي اس مثل ما قلنا الصب بايزن، اروح احفظه كشيب فايل، اقول له اكسبورت، اكسبورت كشيب فايل، واحفظه ضمن الماب مال الريزرفوار اللي انا انشاته مال الووتر شيد. ارجع لهنا اقول له اديت، افعل الله اديتنج لاير، بعدين امشي على المابس، اد ماب لاير، ضيف لي ماب لاير، راح يضيف لي اياها اللي وين هي هاي صب بايزن شيب فايل اللي امتداداتها اس اتش بي. وين الصب بايزن؟ عندي هاي صب بايزن صب بايزن صب بايزن، اري الصب بايزن شيب فايل صب بايزن، مو هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي، هاي صب بايزن شيب فايل، استدعيها كشيب فايل الموجوده هي اصلا، اقول له اوكي هاي انضافت. زين، احد يجي يقول لي من ضفتها صارت الخطوط مال الاجمنت الها بالاسفل، شنو اسوي؟ سهله، يعني اذا احد سالني اريد اضيف شيب فايل، هل اضيف شيب فايل منطقه الدراسه؟ لا، تضيف الصب بايزن، الصب بايزنات مال الووتر شيد اللي تجيبها من الجي اي اس بعد ما سويت تحليل هيدرولوجي بالجي اي اس باستخدام اما تحليل الجي اي اس الهيدرولوجي او برنامج سوات، وتحفظها هاي الووتر شيد بعد ما قسمها الى صب بايزنات، تحفظها وين؟ هنا ارجع عليها اقول له فيو، اقول له لاير، اهم شيء تروح على الخيار هذا الاو لاير اديت صب بايزن. هسه انا ما اريدها تبين اخر شيء، يعني هي اللي بالاسفل، فش اقول له؟ اقولها موف داون، بعد انزلها اسفل هذا اقولها موف داون، بعد ارجع اقولها موف داون، بعد ارجع اقولها موف داون. لاحظ من صارت هي بالاسفل اقولها ابلاي، لاحظ هي صارت اخر شيء، ارجع عليها هسه نفسها
البولدر مالتها، الحدود مالتها بلاك، لا ما اريدها بلاك، اقول له وايت، او اقولها اوكي هالشكل هاللون هذا، الويت مالته اقل سمك، اوكي اوكي ابلاي، تمام سواها لي بهذا اللون، بقى اللون الاصلي اللي الفل الداخلي اسويه مثلا باللون الازرق لان هو يمثل لي مثلا الوتر شيد منطقه الدراسه، فبهذا اللون ابلاي، اوكي ابلاي، لاحظ صارت بهذا اللون. فمن هذا الشكل تقدر انه انت تضيف ووتر شيد منطقة الدراسة، اقول له اوكي لهنا، اقول له اوكي. كذلك الريش مثلا اللي هو ستريم الاجمنت، انا ضفت الريش بعدين سويت له ستريم الاجمنت عن طريق الووتر شيد اون بورد، تقدر ترجع للمحاضرة السابقة اللي خاصة بالستريم الاجمنت شلون سويناه وتعلمنا له. ارجع للستريم الاجمنت يقول لك هنا دارك بالنسبة لهذا، اقدر اغير اللون مالته اختار بلو، بعدين ارجع للجكشن بوينت اذا هي مثلا جرين اقدر انطيها دارك جرين، اقول له اوكي. هسه بعد ذلك اقول له اوكي، عرفتوا لحد الان شلون انا اضيف ووتر شيد لمنطقه الدراسه واخليها تبين بالاسفل. بعد ما تكمل كل هاي الخطوات ارجع اقول له سيف ووتر شيد، كلش مهمه هاي الخطوه ضروريه ايضا، سيف ووتر شيد. بعد ما يسيب الووتر شيد تقدر ايضا نتعلم احنا شلون نضيف الريزرفوار الخاص بمنطقه الدراسه، تضغط بريس كنترول لهنا مثلا اسميه حديث ريزرفوار، العفو حديث ريزرفوار اي ار ريزرفوار. هسه هذا سمى لي منطق 2 كومبتيوشنال بوينت، الى 2 مناطق حسابيه. تريد تضيف كومبتيوشنال بوينت جديده تاخذها تضغطها هنا مثل ما تعلمنا بذاك الفيديو، تضيفها في اي مكان ثاني وتضيفها. انا هسه يهمني بهذه المنطقه 2 كومبتيوشنال بوينت، بالمناسبه اروح اضغط على ال سكيب، اروح اضغط على الريزرفوار مالتي الخاص بي، اضغط على الريزرفوار، امشي على هذا الريزرفوار اللي انا سويته، اضغط عليه اقول له edit reservoir، اذا كلون مثلا اريد اغير لونه، اريد اغير هواي امور بي، اقدر اغيره من هذا الاتجاه، واقول له هنا سنة التشغيل اعطيه مثلا 1990 او 1986 no problem apply اوكي. اقدر ايضا اغير لونه خاص بي، رينيم اسمه، اسوي له ديليت نهائيا، فماكو كل مشكله. مثل ما تلاحظ هاي الامور جدا مهمه بالنسبه له. سلاحظ هنا اديت ريزرفوار اسمه حديثه ريزرفوار، الديسكريبشن ايضا اقول له اديت هنا البروجكت، وهذا الاديت اقدر ايضا هواي امور اقدر اغيرها خاصه بالديسكريبشن غيرها على هذه يعني الامور للاخير. هنا أنا ايضا اقدر اقلل اللون مالته الخاص بها. المهم شلون تعلمنا نضيف ووتر شيد بالاضافه الى الريتش. الغرض من الووتر شيد شنو؟ انه انا قدر الامكان احدد منطقه الدراسه مالتي، يعني ما ابقي بس النهر واحده حتى شلون انه تكون منطقه الدراسه ضايعه. فالووتر شيد راح يحدد لك منطقه الدراسه الخاصه بك. شلون تضيفها؟ تروح للارك جي اي اس تستدعيها من السبايزن مال الووتر شيد مالتك، تحررها على شكل شيب فايل وتستدعيها بهذا البرنامج هنا. واهم شرط تخليها هي موف داون الى الاسفل. منين اخليها موف داون؟ قلنا اصلا حتى تضيفها بس ما تقدر اي خطوه تسويها الا ما تروح الى اديت تقول له الاو لاير اديتنج، يلا تقدر تتحكم باي خطوه من عندهم. هسه هنا أنا هاي نفسها اقدر اضغط عليها اقلل اللون الخاص بها، ازيد اللون يعني نو بروبلم. هذا لون لايت سكاي اقدر انطيها لايت سكاي ابلاي، واقدر اضيف بعض المعلومات الثانيه لها يعني اني ثينك هاي الامور الى اخره. واي خطوه تسويها تقولها سيف ووتر شيد، سيف ووتر شيد راح يسيف لك الووتر شيد، وكذلك يسيف شنو ال الكونفيجريشن اللي سويته، سيف كونفيجريشن. هذا الكونفيجريشن اديتر تقدر تسيف ايضا الكونفيجريشن، هذا هالشكل صار جاهز وحاضر.
وهو أضافت الآد الووتر شيد بين قوسين شيب فايل أو ووتر شيد with reach علما لمنطقة الدراسة. إذا ضفت شيب فايل ما راح يستقبل الموضوع، وإنما لازم نضيف الووتر شيد. تمام عيني؟ فإذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن هذا الموضوع أنا أقدر أضيفها مباشرة وأستخدمها، بس يكون أنت بالنسبة إليك صعب شنو استدعائها. حتى حبيت أعلمكم عليها بفيديو خاص إنه أنت شلون تقدر تستدعي الووتر شيد الخاصة بمنطقة دراستك مع الريتش وتضيفهن الاثنيناتهن ببرنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن وتستخدمهن استخدام واحد حتى إنه أنت تقدر تشغل خزانات. الشكل هذا الشكل وكأنه أخذناه كله استدعيناه ضفناه هناك، شلون حولناهم شيب فايل وتعلمنا هذا الشيء بالفيديوهات السابقة. إذا أي أحد عنده سؤال أو استفسار إلى هنا يقدر راسلنا على القناة إن شاء الله نقدر نعلمه، لأن هواي سألت إنه شلون أنا أقدر أضيف ووتر شيد لمنطقة دراستي بالإضافة إلى الريتش. يعني ما يريد يشتغل، يعني هسه مثلا أنا أقدر من اللاير أقدر أني هسه أمسح الصبيزن، لاحظ أقدر أشتغل فقط على الريتش، هذا هو الريتش. لكن أضافة الشيب فايل الخاص بالووتر شيد، شيب فايل الووتر شيد يحدد لك منطقة الدراسة وين ابتدائها، فمن ضاف الصبيزنات مال منطقة الدراسة تحددت منطقة الدراسة وبين وين هو دا يشتغل، فهذا الشيء جدا مهم ويفيد أيضا الشخص اللي المعني اللي يشتغل عليه. إنا هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقيكم بحلقة أخرى من الفيديو الثاني. دمتم بأمان الله وحفظه.